لكن كونه براء وكذا يبزغ لك في وشك ولا يقول لك ده فيه بركة تعالوا يتمسحوا به ماسكين يده بركة شيخ فلان وبركاتك كذا شرب لنا من الموية دي باقية بكون فيها بركة ده كل ما أنزل الله به من سلطان البركة دي بيه دليل زول ببارك له في عمره في وقت بسيط ببلغ شيء كثير وفي وقت بسيط بيتعلم شيء كثير غيره بيحتاج فيه زمن طويل بيحتاج له زمن طويل فهذه هي البركة باختصار. أما قوله وجعلني مباركا أينما كنت قال مجاهد رحمه الله تعالى من التابعين قال كما في كتاب العلم لأبي خيثم النسائي بتحقيق الألباني قال وجعلني مباركا أينما كنت أي معلما للخير معلما للخير هذه البركة في العمر الله يبارك لك في عمرك يجعلك أينما كنت تبلغ دعوة الله سبحانه وتعالى وتنشر الخير هذا من أعظم البركة. مشيت مسجد تمسك ميكروفون ولا من غير ميكروفون تتكلم في الدين لقيت فرصة في نادي تديهم في الدين في سوق تبلغهم في مدرسة الله فتح لك شغلك أستاذ ولا كذي وقال يتبلغ دعوة الله سبحانه وتعالى يعني بتدرس رياضيات تديهم دعوة رياضيات الخط المستقيم ومجموعة من النقاط متصلة وإلى آخره توريهم طوالي وأن هذا صراطي مستقيم ماشي طوال جغرافيا تدخل فيها توحيد طوال فلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال ما من الجغرافيا الجبال ذاتها توريون الجبال كيف نصبت وألقى في الأرض رواسية طوال تقول لهم جغرافيا طبعا دي جبال وهي ضاب والجبال اللي بتثبت الأرض ما في أولي بثبت الأرض أو تاد الأرض في الجبل الأربعة وتجيب لهم طوال التوحيد تدخل ترد على القوم طوال في جغرافيا دي خشيت في درست احياء توريون الكذب تاع الجماعه ديل الانسان بدايته قرد يعني احنا جدنا قرد يعني اننا في اولاد القرد يعني الكذب زي هذول ديل القرود ديل ناس معينين ما كل القرود يعني في ناس معينين مسخوا للقرود وانتهى امرهم ده ما في شيء كما في سوره الاعراف توريون الانسان ده بدا بادم عليه السلام تذكر لهم الاستدلالات والادله الى اخره هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إلى آخره وتذكر الأدلة من كتاب الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم وهو إلى آخره وتبين وإن آدم كان على التوحيد عليه السلام وذريته كانوا على التوحيد 10 قرون بعد ذاك حصل الغلو في الصالحين كما في قصة ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر إلى آخره وتبين للناس التوحيد في أي مجال درست الناس درستهم تاريخ تبدأ لهم التاريخ الأول دخل العقيدة أي مادة لغة عربية لهم لا إله إلا الله نفي واستثناء وهذا يفيد الحصر دخل التوحيد ففي كل مكان تكون مباركا بأن تنشر دعوة الله سبحانه وتعالى فإذا مت نلت من الأجر العظيم ما لو مكثت في الأرض تعبد الله بغير الدعوة لم تنل هذا الأجر لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال كما في صحيح مسلم إذا مات الإنسان انقطع عمله في ناس برواية إذا مات ابن آدم في صحيح مسلم إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من 3 إلا من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له قال ابن عثيمين أما الصدقة الجارية فيأتي عليها يوم وتنتهي سوت لك سهريج صدقة جارية يعد كم سنة 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 كم سنة عداك بصده بنتهي بغيروه سوت لك مستوصف صدقة جارية بيوم يتكسر بيصلطوا فيه ناس بيصلبطوا فيه المهم قال والولد يموت ولد الصالح بيموت قال الذي يبقى العلم فت العلم ده قل بيبقى تصدق مع الله سبحانه وتساهر تتعلم تحفظ تيد والله أنا أتعجب في ناس كتار جدا واحد تلقى شغله من الصباح للظهر تاني من الظهر ليه بكرة الصبح وبعد الصبح فاضي وعدي سنة سنتين 3 10 20 لما نخش القبر ما يحفظ القرآن إذا ما فوت على نفسه خير كثير لو الزول في اليوم يا أخي بيحفظ نص صفحة ما بيحفظ كتاب الله إن شاء الله 4 سنة ما بيحفظه كل يوم يحفظ حتى يحفظ كتاب الله سبحانه وتعالى ويحفظ سنة النبي صلى الله عليه وسلم أو ما استطاع من السنة وما وفق فيجتهد في طلب العلم ويبلغه للناس هذه هي البركة قال النبي صلى الله عليه وسلم هذه من البركة قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم أيضا من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا بلغت زول وانت قال لك الزول لا سمع كلامك ومشى طبق الشيء قلت له الله بديك أجر زي ما بديه هو أجر
وتاني بلغت ذاك وبلغت ذا وذا وذا وذا، فالأجر العظيم اللي بتلقاه. هو أبو بكر الصديق رضي الله عنه أسلم على يدي عثمان بن عفان، تاني أي حسنة يعمل عثمان بن عفان في ميزان أبي بكر الصديق، وعين عثمان رضي الله عنه مثلها. أسلم على يدي طلحة بن عبيد الله، وأسلم على يدي الزبير بن العوام، وأسلم على يدي عبد الرحمن بن عوف. ذي البراون أربعة من العشر المبشرين بالجنة كله نسلم على يد من أبو بكر الصديق. ده ما أجر عظيم. الآن ناس كتار، الزول العلم البخاري علم الأحاديث أو جزء كبير من الأحاديث والكتب الكتبة، شوف صحيح البخاري غير من الكتب الأدب المفرد إلى آخره، قال لي الأدب المفرد صحيح البخاري. فالأجر العظيم أبو هريرة أي حديث يرويه فالأجر البلقاه، وده كله في ميزان النبي صلى الله عليه وسلم، وكله راجع إلى الله سبحانه وتعالى، الفضل منه أولا وآخر عشان كي تتبلغ دعوة الله تعالى. عيسى عليه السلام قال وجعلني مباركا أينما كنت، رفعه الله وهو ابن 33 سنة، يعني في ريعة الشباب، وجعل خلفه أمة كاملة، أمة كاملة اهتدوا على يده، بعضهم ضل، هؤلاء الذين كانوا في زمنه قبل أن يرفع، أحبار ورهبان وعباد إلى آخره، وشوف الحسنات اللي بتجيه يوم القيامة. وبعد أن رفعه الله تعالى ومكثت الأرض ما شاء الله أن تمكث إلى يوم الناس هذا، إلى أن بعث النبي صلى الله عليه وسلم قبل ذلك، أي زول نصراني وماسك الحق الجبهة عيسى عليه السلام، ده حسنات تجيه يوم القيامة، إلى أن بعث النبي صلى الله عليه وسلم. أما بعد بعثته صلى الله عليه وسلم، بعد بعثته فإنه لا يجوز لأحد أن يتبع غير دين النبي صلى الله عليه وسلم، ومن اتبع غير دينه غير دينه فهو كافر، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. لا يقول أنا تابع لعيسى عليه السلام، كذاب، كان يتبعه في أنه صدق النبي صلى الله عليه وسلم ومصدقا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد، كان يثبت النبوة للنبي صلى الله عليه وسلم. ورب العزة والجلال يقول ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وقال تعالى إن الدين عند الله الإسلام، وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم والذي نفس محمد بيده، وفي رواية والذي نفسي بيده، لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار أو من أهل النار أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فعيسى عليه السلام مع هذا العمر القليل قبل أن يرفع جعل الله على يديه الخير الكثير، مصداقا لقوله وجعلني مباركا أينما كنت. فإنت في الدنيا دي ما تبقى زي عوام الناس، ناس الآن همهم بس يأكل يشرب، ويقول لك والله يا أخي الأيام دي الغلا، وبعد ذاك الأولاد كيف، والمدارس والكهرباء والموية، وده المواضيع ما عنده موضوع غير كده، تقعد معه ساعتين ثلاثة بس يا ده موضوع، والله شغلة زاد، وانت عارف حقه نحولها نشتغل بالكسرة دي، ولا ما بعرف العصيدة وإلغوا القراصة، والشغلة دي بقت صعبة والصف بتاع على إيش حار شديد والمسألة إلى آخره، بس ده موضوع، بس موضوع أكل، واحد تاني موضوع بس كورة، ناس ما عندهم موضوع كورة بس، هلال ومريخ برشلونة وريال مدريد وغلبناكم وغلبتونا ونحن جينا وانتوا جيتوا وهؤلاء الناس وكذا، بس موضوع ده كورة بس. واحدين تانين سياسة، تلقى 30 سنة يتكلم في السياسة، ولده عسكري ذاته خليه يبقى رئيس عسكري ذاته ما تمه، ولا وكيل عريف، كلها رغبة تساي، وهذه وكان ده بقى وزير وكان نحن مسكناه، وكان لما نموت يمسك القبر ده بس ما عنده شيء، كلها لخبة ساي. انت ما تبقى زي ديل، شغلتهم كلها تحت فوق الارض دي بس، دنيا بس هنا، انت ارمي قدام ادعو الناس الى الله تعالى، خش المساجد بلغ دعوة الله في كل مكان، لو لقيت طفل بلغ الدعوة، قد تقول كلمة كما قال ابن عثيمين رحمه الله تعالى لا تجد أثرها في الدنيا، قد انت تقول لك كلام انت ما تشوف، تبلغ الدعوة وثر الدعوة ما تشوف في الدنيا، بعد تموت الناس يستفيد من العلم بتاعه. أمش أقرأ الفتاوى لابن تيمية رحمه الله تعالى،
أقرأ المقدمة اللي كتبها عبد القاسم عبد الرحمن عبد الرحمن ابن قاسم الحنبلي، وكتبها ابنه محمد ابن عبد الرحمن. شوف النازل الفتاوى جمعوها كيف، 37 مجلد، فيها مجلدين مجلدان دل فهارس بس فهرس بس دل الآخرات دل 35 مجلد. أمي شوف جمعوها كيف، زول مسجون قريب 13 سنة ويكتب في الحيطة، ويجوا الناس يشيلوا كتابته ويحفظوها. في بعض التراجم في غير كلام هذين الشيخين عبد الرحمن بن قاسم وفي غير كلام محمد بن قاسم، يجي المزي يعايل الحيطة كذا يقول لهم خلاص دي حفظتها امسحوها البعادها، يمشي برا يكتبها كرر فتاوى. قال محمد بن عبد الرحمن قال جمع أبي مجموعة من الفتاوى قبل ما يطبعوها، قال جماعة من البلد الفلاني وذكر دول يسافر يمشي مكتبة كذا ومكتبة كذا يلقاها متفرقة. قال ثم أصابه المرض فذهبنا به إلى الدولة الفلانية. قال وبينما هو في المستشفى دخلت بعض المكتبات فوجدت مجلدين من الفتاوى في وسط مجلدات مطبوعة أو في وسط مجلدات، فأتيت فأخبرته وهو مريض ففرحنا بهذا. تاني مشى دولة ومشى 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 وجمعوها في النهاية متفرقة. ده مات الله نشر علمه بعد مات وحورب في حياته. لذلك وغيره كمثال، غيره ناس كتار قد تقول كلمة في مجلس وانت تستهين بها والله ينشرها في الآفاق. وأهم شيء يجعل الله لك فيه البركة في دعوتك أن تبلغ دعوة التوحيد.